هل من يؤول الصفات ويقول إن لله 7 صفات فقط يكون من الملحدين؟ وما هو الحق في ذلك؟ نعم، ومن نفى الصفات سواء الصفات كلها أو بعض الصفات يكون ملحدا فيها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا. لكن الإلحاد يختلف، منه إلحاد كفر ومنه إلحاد تأويل وتقليد، هذا أخف من إلحاد الكفر اللي يكون عن تقليد أو عن تأويل يظن صحيح وما هو صحيح، هذا أخف من الذي تعمد. الذي يتعمد الإلحاد في الصفات هذا كافر، أما الذي يفعل هذا تقليدا أو عن تأويل ظنه صحيح فهذا ضال، يقال إنه ضال ولا يقال إنه كافر.